شرفتونا النهاردة في صالون حركة عالم نيون الأسبوعي، وهو الصالون الذي يحمل رقم 38 بعد المئة. موضوع صالون اليوم الذي يناقش دور الإعلام ما بعد الحداثة في مواجهة الأصولية والتطرف والتعصب لم يأتي من فراغ، ولا يسد خانة لندوة تنتهي بإعلان الاستياء والغضب من دور الإعلام المتواضع طارة والمتردي طارة أخرى في مواجهة الرجعية والأصولية، بل وأحيانا دوره الذي يصبح خير عون للجهل والخرافة. على مدار عقود عانينا من الدروشة المجتمعية التي طالت مصر ونخرت في عقل الوطن، ونجح تغييب الوعي باسم الدين في عبور الفوارق الاجتماعية والثقافية، والتي لم تفرق بين متعلم وأمي، فأصبحنا في تغييب العقول سواسية. وانتقلت معركة وعدوى ردم العقول إلى المؤسسة الإعلامية، فشهد الإعلام الحكومي تحولات جذرية في الثمانينيات إبان تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية، ولجأت الدولة لرجال الدين المؤسسي للتأكيد على شرعية السلطة ضد الجهاديين، وفتحت أبواب الإذاعة والتلفزيون الوطني لشيوخها المعتمدين. فلم يكترث القائمون على الإعلام الحكومي بحروب هؤلاء الشيوخ بعضهم طبعا وفتاواهم ضد المفكرين والمبدعين، فلا دير أن يطلق أحد رموز شيوخ الاعتدال لدى الإعلام، إعلام الدولة، فتوى تكفير فرج فودة أو شهادة بتبرئة قتلة فرج فودة في المحاكمة. ولا ضرر أن تفرد الإعلام الوطني مساحات لإمام الدولة الذي لا يرى فائدة لا في غناء ولا فن ولا أدب، بل يمنون علينا عبر الإعلام الحكومي بفتاوى تحريم عمليات نقل الأعضاء على خلفية الرضوخ للقضاء والقدر. ولا دير أيضاً أن نفرد مساحات وبرامج إذاعية وتلفزيونية لهؤلاء الذين يطلقون فتاوى عن حرمانية مصافحة النساء، أو حتى الفتوى بعدم جواز ترشح المرأة للانتخابات البرلمانية، وكان هذا في عام 1997. وفرضت صحف قومية مساحات أسبوعية لنشر ثقافة الإعجاز العلمي دون بينة ولا دليل، وأصبح لسان حال الإعلام الحكومي تغييب العقول. ولكن أصبح للإعلام الحكومي منافس في القنوات الخاصة، ومع انتشار القنوات الخاصة ابتلينا بطوفان من القنوات الدينية التي تنافست على تجريف العقول بفتاوى كثيرة. ولأن إعلامنا دأب على إرضاء الزبون، فخصصت القنوات الفضائية الغير دينية مساحات كافية لبرامج دينية طغت عليها استضافة الفنانات التائبات ليروين قصة مجتمع الفن والثقافة والأدب الجاهلي والعياذ بالله. وأطل علينا حفنة من الإعلاميين الذين اعتمروا العمامة ليلحقوا بركب تجهيل المجتمع، فكان أحدهم يذكرنا أنه حجب زوجته الإعلامية ومنعها من العمل لأنه ممسك على دينه كمن يمسك على جمرة من نار. ولا ضرر أيضا أن نرى الصحفيون وهم يقودون حملات عودة المرأة إلى المنزل. وللأسف كانت بعض الوجوه الإعلامية الكثيرة التي قادت حملة شن حرب إعلامية على المفكرين كما حدث مع دكتور خالد منتصر الأسبوع الماضي. ويخيل إلينا ضرورة استفاقة الإعلاميين وإدراكهم لخطورة استغلال الدين لكسب شعبية زائفة، إلا أن المزايدات الإعلامية لا زالت مستمرة. فالفكر الأصولي لن تناهضه سياسة تأميم الخطاب الديني، بل خطاب إعلامي وثقافي مستنير. فليست كل العقول مغيبة ولا كل الأفواه مكممة. على سبيل المثال ضيفنا اليوم. ضيفنا اليوم شغل منصب مدير تحرير الأهرام للشؤون السياسية، أسس الأهرام لوموند ديبلوماتيك بالتعاون مع صحيفة لوموند ديبلوماتيك. مدير الأهرام كان مديرا للأهرام في كندا في الفترة ما بين 2002 و2007، له العديد من الكتابات حول العلاقات الأمريكية الشرق أوسطية، هو محاضر في الأكاديمية العربية البحرية التابعة لجامعة الدول العربية،
نائب رئيس تحرير الأهرام، أسس القسم الاقتصادي لصحيفة الخليج بدولة الإمارات، أمين عام مؤسسة نون الثقافية والفنون وعضو مجلس أمناء مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية، وأعتقد أنه لازال للحديث بقية. ضيفنا اليوم في صالون حركة علمانيون هو الكاتب الصحفي الأستاذ جمال سيدة. شكرا جزيلا. ويعني بداية أنا بنتهز الفرصة في لقائي معاكو إن إحنا نعمل حوار. يعني أنا تعودت في المرحلة الأخيرة إن أنا أشتغل كمحاضر، لكن أنا دايما بقول الطلبة في الأكاديمية العربية اللي بيدرسوا معايا ميديا أند سوسايتي وبيدرسوا معايا جورناليزم وماس كوميونيكيشن اللي هم دول الثلاث مواد اللي أنا بدرسهم، وبقول لهم تاخدوا التكست بوك اللي احنا بندرسه كمرجع، لكن الاهم ان احنا قاعة الدراسة تبقى قاعة لتعلم اداب الحوار. يعني بمعنى انه يبقى في قيم ديمقراطية في الحوار نتعلم فيها في الجامعة، وده اللي احنا ما شفناهوش في المدارس. يعني زي ما انتم عارفين طبعا انه مدارسنا كلها لسه لغاية الوقت بما فيها التعليم الاجنبي، واللي أنا شايف إنه هو بالغ الضرر عن نظام التعليم المصري، والتعليم الحكومي أيضا قائم على التلقين وليس قائم على إدارة الحوار وعلى إعمال العقل وعلى البحث العلمي. إنه المدرس بيخش بكل الناس اللي موجودين بيعلمهم التلقين وإنه لازم يحفظوا كلام من هذا القبيل، لكن مسألة إدارة الحوار والناس تختلف مع بعض. لسه الرجل جون ناش اللي هو بتاع بيوتيفول مايند توفى في نيويورك في حادثة عربية، حاجة ريديكيلس. يعني العقل الجميل ده، كلك شفت طبعا فيلم بيوتيفول مايند ده، وطلعوا نكتة قالوا انه معرفش ده حقيقي ولا مش حقيقي، انا تابعت الكلام ده في نيويورك تايمز بس ما لقيتش المعلومة دي. قالوا ان اللي تسبب في الحادثة سواق تاكسي مصري. يعني بحكم ان نيويورك سيتي فيها سواقين تاكسيات مصريين، لكن امريكا فيها علماء مصريين كثر يعني، وكندا نفس الوضع. يعني الفترة اللي أنا كنت موجود فيها في كندا كان في 7 عمداء لكليات الهندسة في الجامعات الكندية كلها مختلفة كانوا مصريين، وأهم علماء في الناشنال ريسيرش سنتر بتاع كندا كنيديان ناشنال ريسيرش سنتر مصريين. طول ما أنت ماشي عمال بتكعبل في علماء مصريين. ليه؟ لأنه للأسف شديد الدولة المصرية كانت طاردة للعقول، فعدد كبير منهم اللي كمان اتعلموا الهندسة. الهندسة في الستينات في مصر كان تعليم على مستوى راقي، وعلشان كده كان أي حد من خريج الهندسة المصريين ويعني بوست جراديويت بيعمل ماجستير بيعمل دكتوراه، الكنديين بيقولوا له أهلا وسهلا، يفتحوا الباب. ليه؟ صديقي هناك محامي، والمحامي ده هو أساسا راح هناك خد بي اي في العلوم السياسية، وطبعا اللي بيشتغل اللي بيدرس قانون مش اي حد بيروح سكول اوف لو لازم يكون متخرج اساسا من الجامعه في كندا، يعني واخد بكالوريوس علوم سياسيه وبعد كده درس قانون وبقى محامي. كان صديقي اسمه سامي اسكندر. فالقصد يعني من الكلام انه طول ما انت موجود في شمال امريكا هتلاقي مصريين على اعلى مستوى من الكفاءة. مش تم طردهم، يعني هم نفسهم هاجروا من مصر لان ما كانش عندهم ايمان بانه هيلاقوا مجال للبحث العلمي وان هم يتقدموا في ابحاثهم وخلافه. يعني عودة الى النظام التعليمي، النظام التعليمي في مصر وما زال كان متيبس وتسبب في الحالة اللي احنا موجودين فيها. الدكتور لويس عوض كتب لهم مجموعة من المقالات في الأهرام في السبعينات لما بدأوا يتكلموا عن أهمية التعليم الخاص ومش التعليم الخاص وكلام من ده. راح انجلترا ورجع من انجلترا كتب حوالي 7-8 مقالات في الأهرام، ومعروف من هو لويس عوض، كلمهم على النظام التعليمي
في إنجلترا اللي هي أقدم بلد رأسمالي في العالم، وقال إنه الحكومة والدولة مسؤولة عن التعليم العام حتى نهاية المرحلة الثانوية، وإنه التعليم الخاص هو الاستثناء. للأسف الشديد القيم دي تراجعت في مصر، فنتج عنها تدهور قيم ديمقراطية، إنه بيتم انتهاك حقوق الأطفال في المدارس، وعلى رأس هذه الحقوق الحق في التعلم والحق في تلقي تعليم ديمقراطي إنه قائم على الحوار. يعني أنا أتذكر بالمناسبة ابني كان معايا في كندا ودخلته الجامعة بعد ما اتخرج، لكن في المدرسة الثانوية، معلش أنا هتكلم معاكم بشكل كده متبسط، يعني طلع ديني في المدرسة كل شوية أقول له أنت بتعمل assignments بتاعتك، يقول لي آه كله تمام. وبعدين يجي لي تليفون من البرنسبل بتاع المدرسة الست تقول لي عايزينك، حببت إيه؟ يقول لي ما فيش حاجة، بتعمل assignments بتاعتك، قبل ما أروح عايز أشوف إيه الحكاية. أروح قعدت قدام مديرة المدرسة، ومدرسة ضخمة اسمها ويست ماونت هاي سكول يعني، وحاجة فخيمة والدولة هي بتصرف عليها، وأنا بدفع له يدوب 75 دولار لأنه بقيت بعد كده permanent resident، فبقى من حقي أول ما خدت permanent resident status قالوا لي أنت من لك كل الحقوق، أو قالوا لي أولا أنا كنت عايش في كندا، قالوا لي أخرج روح الحدود الأمريكية وخش تاني. إيه السبب؟ هي دي القوانين. وأنا داخل بعد ما خلصت الإجراءات مع الجامعة الأمريكان، وأنا داخل على immigration قالوا لي welcome to Canada, you have all the rights except voting. فتعريف المواطنة لا يكتمل إلا بحق التصويت، بحق التصويت. وعشان كده يعني أنا برد على كتير من الناس اللي يقول لك لا الغير متعلمين ما ندهمش حق التصويت، ندهمش حق التصويت ده حق دستوري ما لهوش علاقة، ده ايه القصة من التعليم اللي ناله، مستوى ايه، معاه بي اتش دي معهوش بي اتش دي، تخرج من امي غير امي، ده مواطن. واحد اهم سمات المواطنة في المجتمع الديمقراطي الحق في التصويت، انه من حقه اختيار النخبة السياسية الحاكمة، لازم he has to have a say في الحكاية دي. موضوع آخر بقى عن تأثير وسائل الإعلام في الغرب، إزاي بيتم توجيهها بهدف خدمة جماعات الضغط الأكثر تأثيراً في المجتمع. لما نتكلم عن المجتمع الأمريكي ده موضوع آخر. موضوعنا النهاردة اللي أنا مهتم بالكلام فيه ومهتم بالكتابة فيه هو لماذا، وأنا كنت كاتب عنه مقال الأسبوع اللي فات في الأهرام، وكلموني الجماعة بتوسط الخارجية والمتحدث الرسمي، وكلمني السفير أحمد الوزير أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السابق وغيره، حوال كان عنوانه لماذا فشلنا دوليا. هم طبعا لما قروا العنوان قال لك ده بقى إيه، بينتقد الدبلوماسية المصرية وبينتقد الخارجية المصرية. طبعا في وقت اللزوم بننتقد الخارجية المصرية وبننتقد الدبلوماسية المصرية، ما فيش مشكلة، لكن الديلما أكبر من كده، أكبر من كده. يعني إذا كانوا ملايين من المصريين شافوا أنه حكم الإخوان هيودي مصر إلى مصير فاشل، وهنتحول إلى الدولة الفاشلة، وهنتحول إلى دولة ثيوقراطية، فالناس كلهم نزلوا أيا كانت الأسباب. أنا مش هنخوض في الأسباب ولا نقول إيه اللي أدى إلى غضب الملايين من المصريين، وانتهى بهم الأمر 30 يونيو أو 3 يوليو أنهم يخرجوا ويطلبوا إزاحة حكم مرسي وإزاحة حكم الإخوان، لأن ليها اعتبارات عديدة، ليها علاقة بأن مصر عمرها ما كانت دولة دينية، وأن مصر عمرها ما حكمتها جماعة دينية، وأنه مش هو ده المصير ولا المآل اللي المصريين كانوا عايزينه. احنا فوجئنا بحاجة أساسية، أنه أنا واحد من الناس ممكن من القضايا الثابتة اللي كنت بتكلم عنها طول الوقت، وكان مثلا باسم يوسف كان عمل حلقة لما كان بيعمل البرنامج بتاعه البرنامج في اون تي في، بتريق عليا يعني، بيحاول ان هو ايه انت عارف بالطريقة اياها دي، يقول لك كان بيكتب كذا قبل 25 يناير وبيكتب كذا بعد 25 يناير، لكن من بين الاشياء اللي قالها انه فلان الفلاني ده الموقف الثابت عليه هو انتقاده لجماعة الاخوان. ليه؟ لانه احنا جيلنا
جيل صديق الله يرحمه الدكتور أحمد عبد الله رزة، ما أعرفش حد منكم يسمع عنه ولا لأ، كان أستاذ علوم سياسية وكان من حركة الشباب قبل 72، ومن اللي كانوا الناس بيقودوا المظاهرات في جامعة القاهرة قبل 73، واللي كانوا بيضغطوا على النظام بهدف أنه يخوض حرب أكتوبر وأنه يحرر سيناء، وكان عنده وجهة نظر نقدية. وكان معايا كمان صديقي أنس مصطفى كامل. أنا بقول ليه الأسماء دي؟ لأنه أرجو أن الأسماء دي لا تنسى في تاريخ مصر، لأنه دول كانوا مثقفين كبار دفعوا عن هوية الدولة والمجتمع، ولابد أن احنا نخلد ذكراهم طول الوقت. أنا مصطفى كامل عمل دراسات عديدة عن الرأسمالية اليهودية في مصر، وعمل دراسة طويلة لما كنت بشتغل في الأهرام الاقتصادي عن عودة الرأسمالية اليهودية إلى مصر، وعمل كمان على دراسة موسعة حوالين ثورة الخميني في إيران. فالجيل ده كان outspoken، يعني الأفراد كانوا بيتحدوا الدولة وبيتحدوا النظام وبيطلعوا يتكلموا ودفعوا الثمن. يعني واحد زي أنس مصطفى كامل أما حب يخش وزارة خارجية نجح في الامتحان التحريري باعتبار أنه خريج كلية اقتصاد وعلوم سياسية، لكن في جيف الامتحان الشفوي كان مين حاضر في اللجنة؟ بطرس غالي ودكتور أسامة الباز الله يرحمه. فأسامة الباز حط رجل على رجل وقال له: أنس أنت بتتخيل، وهو أنس كان ماركسي، بتتخيل أنك وأنت بتعتنق أيديولوجية مخالفة لأيديولوجية الدولة المصرية أنك تشتغل في وزارة الخارجية يا أنس؟ فأنس قال له: دكتور أسامة، في إسرائيل لو حزب العمل والليكود لما حد منهم بيتقدم للوظيفة العامة عشان يشتغل دبلوماسي وزارة خارجية بيقولوا له: أنت من حزب العمل ومن حزب الليكود؟ ده حق من حقوق المواطن، اعتنق ما شئت، لكن في النهاية أنت هتبقى مواطن مصري. في المرحلة دي طبعا كانوا شايفين أنه كتير أن حد يبقى عنده رأي مخالف وبيعتنق أيديولوجية مخالفة وأنه عايز يعمل في الخارجية. لكن في النهاية الدكتور إبراهيم درويش فقيد دستوري الكبير صديقي رفع له قضية على وزارة الخارجية وكسب القضية، والقضاء ألزم وزارة الخارجية المصرية بتعين أنس مصطفى كامل دبلوماسي، وراح معهد العلاقات الدولية في جنيف، وكان أول بوست له ودوه بوروندي. ممكن معظمكم ما عرفوش بوروندي فين. دي بوروندي دي أول منابع نهر النيل. يعني إيه؟ يعني أول نقطة مية بتخش نهر النيل بتخش من بوروندي. وبوروندي دي اللي كان فيها المذابح بتاع التوتسي والهوتو اللي هم القبائل. لا فيعني فالأصل من الكلام إنه يعني إحنا النظام التعليمي سيطر على المفاهيم في ظل تنظيم ديني فضل يشتغل underground لسنوات طويلة من سنة 28، وعمل صدمات مع الدولة سواء دولة ملكية ولا في مرحلة الجمهورية كان في صدام دائم، ولم يعني لم تسنح لها الفرصة للظهور في العلن، وكان أقصى أمانيهم بعد 25 يناير كما قال القادة بتوعهم أنه يرفع عنهم تعبير الجماعة المحظورة، ولم يكن أبدا من بين طموحهم أنهم يوصلوا لسدة وقمة النظام السياسي في مصر. لكن وقد كان، أنا بقول رب ضارة النفع، يعني معظم المصريين اللي متدين فيهم فهو متدين بالطريقة المصري، يعني بمعنى أنه التدين اللي فيه قدر كبير من التسامح، التدين اللي فيه قدر كبير من الاعتدال، اللي بيروح بيصلي الخمس فروض صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء بيصليها، اللي بيصوم، لكن في نفس الوقت البلد فيها اعتدال، يعني ما كانش فيها حدة، يعني ما هيش زي المملكة العربية السعودية مثلا، لا فيها جماعة الأمر بالنهي بالمعروف ولا النهي عن المنكر
أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا فيها قطع يد السارق، ولا فيها كلام من هذا القبيل. يعني لأنه تراث مصر ده layers of history يعني، وتاريخ الإسلام في مصر 1400 سنة، في حين أن البلد دي تاريخها 5-6000 سنة. فلا يمكن بأي حال من الأهوال أن احنا نتجاهل 4500 سنة من تاريخ هذا البلد، وإحنا بنتكلم لغة يعني ما زال فيها عدد كبير من الكلمات جاي لنا من اللغة الهيروغليفية القديمة، يعني كلمة ست وميت، ميت يعيش وميت غمر ومش عارف ايه ميت. يعني بحكم ان انا بسافر في وجه بحري، في طول ما انا ماشي القرى بقى ميت كذا ميت كذا، ففتحت بقى جوجل اشوف ايه معنى ميت. ميت الطاقة احنا طريق بس باللغة الهيروغليفية القديمة. بالإضافة لده العادات والتقاليد، وفي الأعياد أمهاتنا إيه الأكلات اللي بتعملها لنا ومش إيه الأكلات اللي بتعملها لنا. حكاية قبول الآخر كان جزء من مكونات وجزء من الهوية المصرية، وقدر كبير من التجانس. يعني كانوا مرة بيعملوا دراسة عن الهوية وطبقوها على عدد من الدول العربية. في لبنان الناس لما تكلمت عن الهوية فقالوا كل ما يسأل واحد ماروني يقول له ماروني لبناني، أما يجي يسأل واحد سني يقول له سني لبناني، شيعي لبناني. في مصر يقول له مصري مسلم أو مصري مسيحي. فالقومية بتيجي سابقة للدين، وكلنا كده احنا طلعنا على هذا الأساس. يعني انه في قدر كبير من التجانس في الشخصيه المصريه، ما عندناش جماعات عرقيه مختلفه، ما عندنا في تجانس كبير في الشعب رغم الغزوات العديده اللي مرت على مصر. ايه اللي حصل بقى بعد 25 يناير؟ ان احنا شفنا مشهد الميديا الصاخبه، اكتشفنا انه الجماعات الدينيه بتجيد استخدام السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي اكتر من الدوله المصريه العريقه. ووقعنا في حسبيس ولسه لغايه النهارده واقعين في الحسبيس. ليه؟ لانه زي ما قال محمد حسنين هيك، لانه ومن سنين طويله ان الدوله شاخت على مقاعدها، انه تيبست يعني شرايينها، حصل فيها شيخوخة، ما عادش فيها قدر كبير من المرونة. بقى فيه تحالف ما بين السلطة والثروة. وكنت كده يعني لو تبص، كان في زميلة لينا كانت عاملة دراسة عن التحالفات ما بين السلطة والثروة ما بعد الانفتاح. المسألة دي استمرت حتى في ظل سنين مبارك، حتى في المصهرة، انه ما عرفش أسامة الباز يروح يجوز ابنه لبنت محمد فريد خميس، وانه مش عارف مين يجوز مين لمين، ويعني ايه الفلوس بتتجوز السلطه والسلطه بتتجوز الفلوس. واصبحت المساله قاصره على مجموعه محدوده من العائلات. نتج عن ده انه احنا عايشين في مرحله الميديا ما قبل العالم الحديث، ما قبل الحداثة، اللي هو الصحف القومية وجهاز التلفزيون الرسمي، وده اللي احنا نعرف نتعامل معاه، وأجهزة الدولة المصرية أو مؤسسات الدولة المصرية الرسمية هي تعرف تتعامل معهم. أنا بقى أعتقد واعتقاد جازم إنهم ضربوا حيز بيس فيما يتعلق بالتعامل مع السوشيال ميديا، وانه مثلا نكتشف النهارده انه جماعه الاخوان عندها عناصر موجوده في كل انحاء اوروبا، وانه اشتغلوا على مساله الخلايا، مجموعات تشتغل على الخلايا الالكترونيه، انه فلان الفلاني امسكوه خالد منتصر بومباردهم، يعني ايه يلا قذائف بهدف انه يتعمل له كاركتر اساسينيشن، وبهدف كمان انك تلوي العنق الحقيقه. يعني خالد منتصر في القضيه الاخيره دي ما قالش الكلام ده، ما قالش يعني انه ماء زمزم فاسد، وما قالش انه الصوم مش عارف ايه، لانه ما ينفعش خلط العلم بالدين. اللي عنده يقين بسبب الايمان يحتفظ بالايمان في قلبه، لكن الحقائق العلميه موضوع اخر.
وده اللي أنا بتكلم عنه طول الوقت، إنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال إنك تيجي تطبق الدين على التاريخ، يعني لأنه خصوصاً إن الديانات السماوية الثلاثة تاريخهم مش بعيد. فنهار ما تيجي مثلاً الحضارة المصرية القديمة أكثر الحضارات تدويناً في التاريخ، لا ذكر فيها على وجود اليهود في الحضارة المصرية القديمة، إنهم كانوا موجودين في مصر، فيش كلمة. هيقول لك إن بعض الفراعنة طمسوا مش عارف إيه، لكن ده أنت عندك ليتريتشر أدبيات لا حصر لها على المعابد وعلى البابيريوس ومؤلفات والمصريين ما سابوش صغيرة وكبيرة لما اتكلموا عنها، عن طرق الحياة وعن مؤسسة الأسرة وعن الرأس وعن الفن وعن العمارة وعن كل شيء. لا ذكر خالص لموضوع بتاع موسى واليهودية أنها كانت موجودة في مصر. وأنا من وجهة نظري شايف أنها محاولات عبثية، أنه محاولة إحداث تطابق ما بين التاريخ والعقيدة. العقيدة ما في جماعة بهائية، الرجل بتاعهم ده لسه طالع بقاله 110 سنة يعني في إيران، بهاء الله ده، طب أنا أعمل لهم إيه يعني؟ أنا رحت مؤتمر بتاع حوار أديان في الهند اسمه Interfaith Dialogue Conference، ولقيت ناس من مختلف الديانات جايين من كل أنحاء العالم في ولاية أترا براديش، ولقيت فيها بهائيين موجودين، العدد البهائيين في الهند، والهند بلد كبيرة 5 مليون، وجم يكلموني طب هنعمل فيهم ايه؟ ما هو لازم كلنا نحترم العقيدة، العقيدة في القلب يعني، لكن ما اقدرش بقى انا اروح قصرا حضرتك مثلا يعني مسيحي انك لا لازم تخش الاسلام، الزمن ده خلص بقى، والله اللي عايز من اراد ان يؤمن فليؤمن، ومن يعني فيما يخص بدون مقاطعه حضرتك، فيما يخص موضوع البهائيين في مصر، هم في مجلس استشاري تابع للرئاسه وهو عن الاقليات المصريه، والدكتور رؤوف هندي ممثل البهائيين في مصر في هذا المجلس، ففي تطورات بتحصل. يعني انا بس في السياق ده بتكلم على حريه العقيده، وانه حريه العقيده الفريدم اوف ريليجن ينبغي ان تكون احد السمات الاساسيه اللي بتجمعنا احنا كمصريين في المجتمع. ومن وجهه نظري ان المنجا لينا عشان ننجو وندخل الحداثه، لان احنا للاسف الشديد لسه دوله تقليديه بتنتمي الى مرحله قديمه، انه لابد ان احنا نحترم القيم الحديثه وعلى راسها حريه العقيده، وانه نطبق موضوع بتاع المواطنه، ان الجميع سواسيه امام القانون، يبقى في قانون بيجمعنا جميعا. وزي ما انا عشت في كندا وشفت الناس هناك ما حدش بيسال حد، اصل ده بيعتبر انسلت، يعتبر اهانه لو سالت حد عن ديانته، يعني غير مقبول على الاطلاق انك تسال حد قاعد معاه في مناسبه اجتماعيه تقول انت دينك ايه خالص. وطبعا موضوع سؤال العقيدة لا يكتب في أي شهادات رسمية، البلد الوحيدة اللي ما زالت بتكتب موضوع بتاع العقيدة واللي بناء عليها زي في لبنان مثلا التمييز على الهوية أثناء الحرب اللبنانية، البني آدم يتقتل بناء على هويته، طلع الهوية بتاعتك، لو أنت روم كاثوليك من الموارنة هتعدي على مفرع شيعي نقتلك أثناء الحرب الأهلية. طيب الوقت اللي احنا شفناه انه فيما يتعلق بانتاج العالم ما بعد الحديث من وسائل الاعلام لن تستمر بالحال اللي احنا شايفينه حاليا في مصر، وانا واثق تماما انه امامنا جيل جديد اللي هم بيشكلوا 60% من الشعب المصري، وهو جيل شاب اللي هو دون سن 30، يعني معظم الشعب ده شعب شاب، يعني أكتر من 60% من الشعب المصري دون سن 30، وإن وسائل الإعلام التقليدية للأسف الشديد مش عارفة توصل لهذا القطاع من الشباب. أنا بدرس 6 فصول وبسأل البنات، ومعظمهم بنات، 20 بنت واثنين ولاد أو 3 ولاد، بتقروا الجرائد المصرية؟ قالوا لي لا.
بتشوفوا البرامج الفضائيات؟ لا، بقت الوسائل الإعلام قاصرة على السمارت فون، كل حاجة بيشوفوها على السمارت فون، مقال مهم، دراسة مهمة بيشوفوها على جوجل، مقطع مهم من برنامج على الفضائيات بيشوفوه على اليوتيوب، وصور بيشوفوها على انستغرام. وأنا بعتقد إنه الدولة بأدواتها التقليدية فاشلة في أنها تصل إلى 60% من الشعب المصري اللي هو الجيل الجديد. وبعدين إحنا داخلين على مرحلة يعني أحد تطبيقات ما بعد الحداثة بكلام حقيقي اللي أتكلم عنه زوكربيرج قريب قوي، اللي هو مؤسس الفيسبوك، إنه هو بيسعى إنه بيصرف عشرات الملايين من الدولارات بهدف تقديم خدمة الإنترنت عبر الساتلايتس. يعني إنه مش هنبقى عندنا قريبا شركات المحمول اللي بتقدم لنا خدمة الإنترنت، والإنترنت من خلال تليفونك هتقدر يبقى عندك accessibility للمعلومات وإنت في الصحراء، لأنك هتبقى متصل بالأقمار الصناعية. وده التطور الجديد، وإن سيطرة الحكومات التقليدية لن تظل كما هي، وإنه كمان إحنا كمجتمع وكدولة عايزين نحافظ على نفسنا في ظل هذه التغيرات الكاسحة، إن إحنا علينا إن نعرف إزاي نتعامل مع أدوات ما بعد الحداثة. إنه مثلاً الجماعات الإرهابية إنكم بتشوفوها النهاردة تنتج شريط فيديو وفي أكاذيب بتاعت القتل، ما يبقاش للقتل تم في نفس اليوم، وكمان يجيب لك كاميرات حديثة بلغة الحداثة وما تعرفش مين اللي بيمولهم وتم تصوير الكلام ده فين، وروح حطه على اليوتيوب زي المعاذ الكساسبة، الشريط بتاع مقتل معاذ الكساسبة ده الطيار الأردني ده ولع المجتمع الأردني، عشان بس نكتشف خطورة استخدام مقطع صغير على اليوتيوب إيه اللي ممكن يعمله، يؤدي إلى عاصفة من التغيرات السياسية في مجتمع قبلي 60% منه أو 70% منه من الشعب الفلسطيني، والباقيين من كلهم من قبائل الجنوب الأردنية. إنه شريط فيديو صغير قلب المجتمع، واضطرت الدولة الأردنية أنها تتصرف بشكل سريع وتأخذ مجموعة من الإجراءات بهدف مواجهة تداعيات هذا الشريط. إيه الهدف من الكلام على وسائل الإعلام الحديثة؟ إن إحنا في مصر، وأنا بعتقد إنه ده هيعملوه، مش هتعمله الدولة لكن هيعملوه الشباب، إنه هيمتجوا أفكار خلاقة جديدة فيما يتعلق بالتعامل على الإنترنت، باعتبار إن الإنترنت أصبح أحد حقوق الإنسان الأساسية. وانتوا تتذكروا كويس أول لما تقطع الانترنت في مصر بعد ثورة 25 يناير ايه اللي حصل، العالم كله جات له حالة من الغضب، وبعدين انه محدش قادر على انه يمنع الانترنت عن الناس. انه انا بزورت الصين، زورت الصين مرتين خلال السنتين اللي فاتوا، كنت بروح بحضر المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في جينجين. جينجين دي جنب هونغ كونغ، 40 كيلو من هونغ كونغ، بتنزل مطار هونغ كونغ بيجي ياخدوك بالعربية ودوك شينجين. دي الزعيم الصيني قال لهم قبل ما هونغ كونغ دي تعود للصين، ان انا عايز مدينة زي هونغ كونغ على اطراف هونغ كونغ، بقى عندهم قدرة، دي بقت المركز المالي والصناعي والاستثماري للصين في جنوب غرب الصين. مئات المليارات من الدولارات من الشركات المتعددة الجنسية بتتدفق على هذه المنطقة، و وبيتم كل الاستثمارات، كل الحاجات اللي انتم ممكن تتخيلوها، الستات اللي حاجات بتاع جوتشي وجورج أرماني وكريستيان ديور ومش عارف ايه، وملابس ولبس واكسسوارز وكل الكلام ده بيتم انتاجه هناك. ويعني الصين عندها يمكن 6 كاتيجوريز بينتجوا من خلالها كواليتي مختلفة. يعني مثلاً في تجار مصريين بيروحوا، بس مش في المنطقة دي، بيروحوا مناطق أخرى في الصين بيجيب منتجات رديئة علشان يعرف يسوقها في مصر، لكن الصين نفس المنتجات اللي بتتباع في الديبارتمنت ستورز في باريس وفي لندن وفي نيويورك وفي سان فرانسيسكو وإفريوير
بتنتج هناك و very good quality بتنتج هناك. فالقصد يعني من الكلام انه انه لابد من إجادة التعامل مع وسائل الإعلام الحديثة، لأن لا التلفزيون بالطريقة التقليدية ولا الصحف اللي هي البرنت بالطريقة التقليدية هتصبح هي المؤثرة في القطاعات العريضة من الشعب المصري. وإحنا شايفين طبعا أنه مصر بتمر بمرحلة بالغة الخطورة، وإن في قوة صاعدة في النظام الإقليمي بتلعب أدوار بالغة الخطورة. إنه يعني مثلا إيران من خلال الاتفاق الإطاري حوالي موضوع الطاقة النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة للاتفاق النهائي اللي هيتم توقيعه في نهاية يونيو، ده هيفرض معدلات جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وإن الأمريكان بيدوا مزيد من التسهيلات للإيرانيين. الأتراك حاولوا إن هم يستعيدوا مسألة الإمبراطورية العثمانية القديمة من خلال رجب طيب أردوغان، لكن بغباء الأداء السياسي بتاعه ما قدرش أنه يعمل أي إنجاز. فمصر عليها أنها تحافظ على مصالحها الحيوية في هذا الإقليم المضطرب، واللي الإعلام هيلعب فيه دور بالغ الخطورة. الوضع الراهن اللي احنا شايفينه فيما يتعلق بموضوع الإعلام انه الأنظمة العربية غير قادرة على تلبية الطلب الواسع على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. احنا عندنا عدد كبير من دول مجلس التعاون الخليجي في الطلب على الديمقراطية، ما حدش يقدر يقول انه الأوضاع الراهنة اللي موجودة في دول مجلس التعاون الخليجي هتستمر الى ما لا نهاية. نقلوا لهم الصراع لليمن وحتشوف بقى صراعات أخرى في المنطقة الشرقية اللي فيها الشيعة، وهتلاقوا صراعات أخرى موجودة في البحرين وغيره، لأنه الآن الباكس أمريكانا أو الإمبراطورية الأمريكية بتعمل تفويض لقوى إقليمية وبتنسحب هي، يعني عايزة إدارة الصراع بالتفويض في منطقة الشرق الأوسط، ولن تدفع بجندي واحد في صراعات الشرق الأوسط بعد الآن. فبالتالي المنطقة فيها قدر كبير من السيولة، وفيها كتير من الأنظمة للأسف الشديد ما عندهاش قدرة عالية ولا عندها مرونة تقدر تتكيف مع التطورات الحادثة. يعني ما ينفعش أنه مثلا في بلد زي السعودية تلاقيهم بيحكيبوا كتير من المواقع الخاصة بالإنترنت، وفي نفس الوقت شوف الذكاء بيبعتوا عشرات الالاف ومئات الالاف من الطلبة السعوديين بيتعلموا في احسن الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية. يعني العيال بيروحوا يتعلموا في هارفارد وفي MIT وفي ييل يونيفرسيتي وفي برينستون وفي ستانفورد، ويجوا يرجعوا تاني عايزينهم يرجعوا للمجتمع القبلي. مسألة لن تستقيم. الوقت انا يعني شايف ان في مشكله لم يتم حلها فيما يتعلق بحكايه الاعلام التقليدي بتسيطر في مساله الولاء على مساله المهنيه، وانه من وجهه نظرهم والله اللي اكثر ولاء من الصحفيين بنعينه ونديله المناصب المعتبره ونبغدده، لانه ده مضمون، ده 10 على 10، ده بتاعنا. الصيغه دي مش هتستمر، مش هستمر في مجتمع زي مجتمع مصر. احنا عندنا 90 مليون نسمة، وزي ما بقول 60 مليون منهم شباب، ومسألة السيطرة على الأمور كما كانت عليه قبل كده في مجتمع ما قبل 25 يناير موضوع بالغ الصعوبة. لابد من إدارة حوار في المجتمع، وإدارة الحوار في المجتمع بتتم من خلال وسائل الإعلام، ولو النية صادقة على أن احنا نعمل مجتمع ديمقراطي وأن احنا ننقذ بلدنا من الاضطرابات اللي موجودة. مع الوضع في الاعتبار أشياء كثيرة لها علاقة بالمصالح الغربية وغير المصالح الغربية، مسألة الكلام أنه يقول لك ده في تمويل أجنبي وموضوع بتاع مؤسسة المجتمع المدني وغيره. أنا عايز أقول حاجة، أنه أنت عايش في نظام دولي مفتوح والتنافس فيه على أشده، فبالتالي مش هتقدر تستخدم حكاية التخوين وعدم التخوين. عليك انك تستخدم الأدوات الحديثة في حماية هذا الوطن.
مؤسسة المجتمع المدني في معظمها مفيد لهذا البلد، ولابد يعني ما فيش حكومة في العالم هتقدر تشتغل لوحدها بدون مؤسسة مجتمع مدني. وبعدين احنا عندنا مهمة ثقيلة موجودة في مصر ليها علاقة بحالة الفراغ السياسي اللي موجودة، احنا عندنا حالة فراغ سياسي موجودة. وكنت لسه بتكلم مع الدكتور محمد أبو الغار في جلسة كده على مسألة انه اللي هو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وانا بكلمه على الاحزاب الجديدة، بقول له الاحزاب الجديدة انا بروح الدهلية كل اسبوع، اما بتروح هناك في الدهلية وتروح في وسط النجوع والقرى وغيره بتشوف التنظيمات الدينية بتشتغل ازاي. التنظيمات الدينية هناك بيبقوا عارفين فلان وفلان 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 شغال، وفروا له التمويل، دكاترة فتح عيادات، ناس بتقدم في مناسبات اجتماعية، بنت من أسرة فقيرة بتتجوز تلاقي فجأة عربية نص نقل وقفت نزلت تلاجة تلفزيون غسالة مش عارف ايه، ويقول لها ده هدية من كذا. قلت له الأحزاب المصرية الأحزاب المدنية فين؟ الأحزاب المدنية فين؟ فرد عليا الدكتور محمد أبو الغار بيكلمني على انه نسبة الأحزاب الأعضاء في الأحزاب مثلا في بريطانيا انها نسبة محدودة، لكن بيتم ملايين من الناس بتصوت لها. قلت له في فرق في القياس، لازم هنا في مصر الناس المواطنين اللي بيروحوا صناديق التصويت لو ما حسوش بوجود الأحزاب دي هيصوتوا لها ازاي؟ انت عندك هناك في قيادات تم تدريبها في فرنسا مثلا، ما حدش بيخش بيبقى من قيادات الدولة الفرنسية الا ما بيمر على مدرسة الإدارة العليا، بيخش على مدرسة الإدارة العليا بيتعلم وبيبقى كادر وبناء عليه بيمثل الدولة الفرنسية في أماكن مختلفة بناء على حزبه كسب قد إيه بقى في الجمعية الوطنية نسبته قد إيه، وبالتالي توزيع السلطة بيتم إزاي بشكل ديمقراطي. الأحزاب المدنية مش موجودة على الأرض للأسف الشديد، وقدامها تشالنج كبير، وعلينا أن احنا ننتظر ونشوف الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا يحصل فيها. أنا مش عايز أطول عليك وبشكرك وشكرا جزيلا. شكرا دكتور جمال زايدة. وفيما يخص النقطة الأخيرة اللي حضرتك طرحتها فيما يخص أن الأحزاب في الخارج، وأعتقد أن كلمة الخارج كنا نقصد بها على الأقل الغرب مثلا، قليلة، هي فعلا قليلة، بس هم بيبقى عندهم جمعيات المجتمع المدني، كل حزب بيبقى عنده جمعية أو أكتر من المجتمع المدني، وبيبقوا هم اللي بيقدروا أن هم يعملوا لهم الجزء الخدمي عشان انك انت
طرحت السؤال ده، بس الكلام بتاع اللي أنا بشوفه في ماسبيرو الآن ده ملوش علاقة بالعالم الحديث للأسف الشديد. أقول لي لأنه أنا دخلت على رئيسة الإذاعة، كان لي صديق كان رئيس إذاعة مهمة من الإذاعات المصرية، عامل معايا برنامج سهرة، فقال لي تعال بقى سلم على رئيس الإذاعة، مش عايز أذكر أسماء. فدخلت عليها الست والمساعدات بتاعته، أنا مش عايز أوصف الشكل، لكن بقول لها إنه في حاجة اسمها تيونين راديو. قلت لها الأونلاين راديو اللي هو تيونين راديو ده، قلت لها لو معايا أنا الآيباد بتاعي حوري لك تيونين راديو. قلت لها الإذاعات المصرية موجودة على تيونين راديو؟ الست ما تعرفش يعني إيه تيونين راديو، ودي رئيسة الإذاعة المصرية، دي رئيسة الإذاعة المصرية، يعني أنت ما أنتش محطوط على الموجات أونلاين اللي تقدر من خلالها تسمع كل إذاعات الدنيا. قلت لها يا فندم أنا ما كنت من حاجات اللي يمكن أن أنا ننساها إن أنيس منصور كان طول الوقت يقعد يكتب في أعمدة بتاعته مواقف يقول لهم ارحمونا في إذاعة البرنامج الموسيقي عايزين نسمع مزيكا كلاسيك بس. فأنا قلت لها أنا نفسي أفتح إذاعة البرنامج الموسيقي أسمع مزيكا كلاسيك، الرغي بقى والموسيقى العربية وشرح الموسيقى العربية اعمليها ستي في إذاعة تانية، لكن لازم يبقى في برنامج موسيقي، ده نتاج الحضارة الإنسانية يا جماعة. وبعدين وده احنا ساهمنا فيه في مرحلة ما من المراحل، ما بتكلمش بالتحديد عن الموسيقى، لكن احنا ساهمنا في هذا التراث الإنساني من خلال الحضارة المصرية القديمة، من خلال الحضارة القبطية، من خلال الحضارة الإسلامية، ما احنا بلد عريق. فالقصد من الكلام ان انا قلت لها ان تيونين راديو بسمع عليها المزيكا كلاسيك وبسمع عليها جاز راديو دوت كوم وبتديني مزيكا في احلى مكان في الدنيا، معايا الايباد في اي حته بسافر فيها بسمع الجاز راديو دوت كوم او بسمع الايه المحطات اللي بتتنافس على انها تقدم مزيكا كلاسيك بدءا من اليابان وهونغ كونغ وسنغافور، ما لهاش علاقه بانه ده منتج اوروبي ولا منتج بتاع ده، لغايه سان فرانسيسكو لغايه فانكوفر في كندا. فالقصد يعني من الكلام الاذاعه المصريه والخناقات حوالين مين قطع على مين الهوا والكلام ده، يعني ده في بالسلامة يا قلبي، ده بعد شوية مش هتلاقيه، لأنه يعني كل الموجات الوقت بقت أونلاين يا جماعة، في ثورة معرفية موجودة، وللأسف الكوادر اللي موجودة وعمالة بتتخانق ومش عارف إيه، وجوه الإذاعة والتلفزيون عندهم خلاقات تقليدية وخايفين للمبنى مش عارف يحصل له إيه، إذا كان القائمين على المبنى واللي شغالين في المبنى مع استثناءات مش مدركين اللي بيحصل تغير في العالم الحديث للأسف الشديد. وهو كمان ان الإذاعات دي بتوصل مش شرط، يعني هي طبعا تونين راديو ده شيء مهم جدا، ولكن الإذاعات دي بتوصل كمان لمناطق فقيرة، إذاعة القاهرة الكبرى وغيرها وغيرها، وهي إشكالية الإعلام الخاص بشكل عام ازاي تقدر توصل. دي مسألة انا كنت برضو ناقشتها مع ست رئيس الإذاعة، بأكلم على مسألة ان الإذاعة ومصر عملت اول إذاعة سنة 1934 جزء من مظاهر السيادة الدولة المصرية، ازاي انا اروح سيوة ما لاقيش اي صوت للدولة المصرية من خلال الإذاعة، دي مسخرة، ولا الإذاعات اللي جايه من مونت كارلو ومش عارف ايه جايه في سيوة او حلايب وشلاتين، وبعد كده نشتكي ان الاطراف بتاعتنا مش عارف. طب ما افرض السيادة من خلال وسائل الاعلام، يعني وفي سيناء، يعني ليه الارسال للإذاعات الإسرائيلية باقوى من الإذاعات المصرية؟ ليه راديو مصر، ودي مسألة ما هيش مكلفة، راديو مصر بيديك خدمة إخبارية معقولة، طب ما تخليه يغطي كل مصر. يعني أنا طول الوقت أروح الساحل الشمالي، مش السنة اللي فات السنة اللي قبليها، والبتاع ده ما بيوصلش راديو مصر، بيقولك وتكلمهم يقولك ويستضيفوني وقال لهم ما بيوصلش، يقولك لا ده بيوصل، بيوصل فين يا جماعة؟ بس أنا مش واخد بالي بالظبط. هنفتح باب المناقشات، جورج كان أول مداخلة ليك.
تيتو ها، وبعدين رحتها اما بقت 7 دول يعني صربيا على كوسوفو على بوسنا على على كرواتيا على الكلام ده كله. فالقصد يعني من الكلام انك انت عندك جماعات دينية بتاخد صراع ضد الدولة، وبالتالي هدفها انها تشوه الخطاب. كمان بالاضافة لده انه الخطاب الاعلامي المصري جزء كبير منه بتسيطر عليه الدولة بطريقة غير صحية. وبالتالي انا بتسألني انا اهو، انا بقى لي فترة ليست بعيدة وانا بشتغل صحفي بقى لي سنين طويلة، بطلت اتفرج على برامج تلفزيونية. نسبة مشاهدة البرامج التوك شوز في مصر بشكل علمي انخفضت بشكل كبير، وبالتالي تأثيرها او قدرتها على التأثير على الناس انخفضت. فان عندك حالة من الصراع موجودة ما بين الدولة التقليدية بالشكل اللي احنا عارفينها وما بين الجماعات ذات التوجه الديني اللي هي داخله في صراع، والجماعات ذات التوجه الديني دي بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقه اكفأ. لا، بطريقه اكفأ من اللي بتستخدمها الدوله. فبقى في الدوله عماله بتلهث. هو في تعليق بس ممكن بس نقطه على كلام حضرتك، يعني ما نقدرش نقول ان معظم الاعلاميين اللي موجودين دلوقتي هم اصوليين في برواز علماني يعني او لا انا اللي بقول لحضرتك مش ده ممكن يكون سبب في ان هم بيعتقدوا ان تقريبا الاغلبيه هم مش ليبراليين حقيقي او علمانيين. لا انا بس عايز الفت نظرك لحاجه محدده ليها علاقه مش بطريقه مش بالايديولوجية اللي ينتمي إليها الإعلاميين، لكن بقولك إن طريقة إدارة الدولة للإعلام في مصر ده مثلاً بتدخل في الإعلام. فبقى عندك إيه؟ أنت عارف إعلاميين بتعلق في الظاهرة كده أنت واخد بالك، لكن بياخدوا رسائل، وفي حين مطلوب عليهم جماعات عمالة داخل دب 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 دب، وبعدين اللي بيحتل المشهد العام ليسوا هم الأكثر كفاءة من الإعلاميين، ولكن الأكثر ولاء اللي أنا قلت لك عليه، اللي بياخدوا فلوس كتير دول الأكثر ولاء، اللي بيسمعوا الكلام، اللي بيتفهموا. فبقى عندك inefficiency في إدارة الإعلام في مصر، بقى في عندك حالة من عدم الكفاءة في إدارة الإعلام في مصر. طب حضرتك شفت اللقاء بين عمرو الليسي وخالد والدكتور خالد منتصر؟ في يعني لا اللي هو أسيد تفسيره حصل حوار منهم معاه اللي هو بتاع زمزم و فعلا يعني كان يعني بدا ساذج للغايه يعني عمرو الليسي في الحقيقه، يعني كان بيسال اسئله ما تسالهاش الاطفال وبيعلق على حاجات. هو واضح الاصوليه موجوده لدى مش اصوليه، بقول لك انا بسميها عدم كفاءه. نعم، عدم نوع من الجهاله. لا 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 لا، انا بسميها عدم كفاءه، عدم كفاءه في اداره الاعلام بس. أو هي في حاجة تانية، هي فكرة المزايدات الدينية يا جماعة. هو بالنسبة له ممكن يكون هذا الإعلامي لا أصولي ولا يمثل الأصولية خالص، ولا حتى ممكن في الجزئية دي مش واخد رسالة مباشرة من الدولة، بس هو بالنسبة له عارف إن المزايدة الدينية هتكسبه الكثير من الشعبية، بدليل المذيعة للقناة البغدادية اللي بتقول لي أنت ضد الحجاب وهي أصلاً مش محجبة وعاملة كل حاجة هي عايزة تعملها، أو زي بالظبط الأستاذة إنجي أنور مش عايزة أشخصن المواضيع وهي بتسأل عن معتقد ديني الدكتور خالد منتصر، أو زي مثلاً غيرهم اللي بيتهموا أي شخص بيتكلم عن مواطنة بأنه ملحد، لا دي اسمها مزايدات دينية مش بالضبط. وبعدين جزء المسألة بس عايز أضيف لو سمحتي لي إنه حكاية الاهتمام بالبرامج الدينية. بالظبط. تخيل رمضان طول الوقت يروح يجيب لنا الجدع ده اليمني اللي اسمه ايه ده؟ الجفري ده. انت واخد بالك؟ وانه برضه خير رمضان من ساعه ما رمضان الجندي هو اللي بتبنى خالد الجندي. وانا عارف ده لان انا اكبر من خيري وهو زميلي. ف خالد الجندي على عمرو خالد، وكانوا ساعتها بقى يروحوا كاتبين اغلفه على الاهرام العربي يقول لك الدعاه الجدد مش الدعاه الجدد. فانت واخد بالك؟ وانه مثلا في الاهرام يفردوا مساحه كبيره لزغلول النجار. زغلول النجار راجع من السعوديه وبالتعليمات، بقول لك بقى يعني بالتعليمات زغلول النجار ياخد له نص صفحه في الاهرام كل اسبوع، يا
يقعد يدب فيها. يعني ايه قبليها بقى مصطفى محمود، رغم ان في ناس كتير بتحب مصطفى محمود، اعجاز العلم مصطفى محمود يطلع مش عارف ايه، قبليها شيخ متولى الشعراوي. الخطاب الديني، مساحه الخطاب الديني في الاعلام المصري زادت بطريقه غير عاديه. في حين مثلا التلفزيون المصري ما كانش فيه غير برنامج احمد فراج، برنامج ديني الوحيد اللي كان في التلفزيون المصري بتاع احمد فراج حاجه 80 كده. لا 80 ايه، قبل كده السبعينات، ايام السادات، في السبعينات. بس هي القضيه ان الدوله النهارده داخله في منافسه مع الجماعات الدينيه على الدين. يعني بمعنى احنا اللي بنتكلم عن الدين، احنا اللي عندنا الاصل، احنا اللي نوجه الناس لموضوع الدين، احنا اللي نوجه الناس لموضوع الاخلاق. الدوله الحارسه على الاخلاق دي مفهوم انتهى من زمان. يعني المفهوم انتهى من زمان. حكايه انه قعدوا يتلصصوا على الناس عشان العلاقات الشخصيه، مش العلاقات الشخصيه، خلاص الموضوع انتهى. وبعدين لما بيحصل بيتعمل بعدم مهنيه، فيعمل لك نتائج في على العلاقات الدوليه بالغه السوء. وانا بتكلم على وقائع محدده، واتكلمت فيها مع وزراء خارجيه ومع عدد كبير من الدبلوماسيين. الدبلوماسيه المصريه ما بتقدرش تدافع عن الاخطاء التي ترتكب داخليا بغباء، مش بتعليمات. في مداخله من استاذ جمال، اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. طبعا حضرتك يعني فتحت امور كتير جدا. المشكله اللي انا شايفها في مصر كبيره جدا قصاد التقدم، هي وجود صراحه كلام صدام صادم، لكن هي دي الحقيقه اللي انا شايفها، وجود مؤسسه الازهر في مصر. مؤسسه يجب ان تزال. ازاي بقى ازالها؟ انا ازالها، ما انا ازالها ازاي؟ انا مش ازالها. هي كلمه صدمه، لان الناس مخها متجمد، الناس دي مش عارفه تستلم كويس، والله ما عارفه تستلم كويس، ولا بيتكلموا ولا الازهريين ولا شيخ الطيب ولا اي حد من الكلام ده كله. الناس دي كلها نمطيين، مش عايز اغير، لا انا خايف اغير. حتى الرئيس مش خايف اغير، بيدعو لخطاب دينه وخايف يغير، مش ممكن. المجتمع مش هيتغير الا اذا انقذنا نفسنا من الموجود. انا بس عايز اقول حاجه مهمه. اولا مؤسسه الازهر دي طول عمرها اسد بالنسبه لك، يعني ايه بقى لها 1000 سنه؟ وده ممكن تلعب بيها ادوار بالغه الخطوره على الصعيد الدولي. يا صديقي، ناس من اندونيسيا وماليزيا جم طلبه هنا ورجعوا بقى رؤساء وزارات وبقوا وزراء وبقوا نافذين في بلادهم. ما نبص للجانب الطيب اللي موجود في الموضوع، موضوع تجديد الخطاب الديني. للامانه ان الشيخ احمد الطيب دعا عدد من اصدقائي هم ليبراليين وعلمانيين وسميهم ما شئت، وعملوا حوارات، ثلاث حوارات على جلسات متعدده، وطلعوا بيان خاص بالازهر. الشيخ طيب عنده ميل للتجديد وجاهز، بس القضيه انك انت عندك تراث ملغم. انت واخد بالك المناهج التي تدرس في الازهر ملغمه، محتاج انك تعيد النظر بقى في الاجزاء اللي تدعو للتطرف واللي تدعو للتشدد، وانك وضربوا له امثله عديده في الكتب اللي بيتم تدريسها والحاجات اللي لها علاقه بابن تيميه وغير ابن تيميه. فالقصد يعني انه الازهر يمكن ان يصبح احد ادوات الدبلوماسيه المصريه بالغه القوه. مش في المكان دي، ما اعتقدش. دكتور برغم ان هو خريج سوربون فرنسا، تعلم تعليم ممتاز، الراجل انا بقدره بصراحه على المستوى الشخصي، لكن ما هواش هو الشخص اللي هو هيقوم بالثوره دي. احنا عندنا مخاخ تعبانه جدا، عندنا رواسب كتيرة جدا جدا، عندنا مفاهيم خاصه. استاذ رضا، استاذ رضا، من الصعب بمكان انا مش بقول مره ان مؤسسه عمرها 1000 سنه انك تعمل فيها تغيير ما بين يوم وليله. انا ما بقولش مره، لكن انت محتاج اعمال التفكير والاصلاح وانه يبداوا. بس المهم ان احنا نشوف عمل جد، ان نشوف بدايه جد. ازاي يا دكتور جمال؟ نشوف بدايه جد. نشوف ازاي اذا كان وكيل الازهر شومان، انا ما حابب زي ابراهيم عيسى اللي بيعمل، وكيل الازهر شومان هو رئيس لجنه التجديد اللي عنده. طيب مش ممكن اجيب واحد انا سامعه بودني وهو بيدعو لمحمد مرسي رسول، مش ممكن. يعني
سخافه جديده جدا جدا بصراحه. ان ما كناش مصر مش هتتعدي وتمشي على الصراط المستقيم. مش فقط بالازهر، مش فقط بالازهر، لازم 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 اغير منظومه التفكير الديني كلها على بعضيها، احزاب دينيه على منظومه متكامله. ايوه كله، والتفكير ليه علاقه، دي فرصه للقرايين يتكلموا، ليه علاقه بالتعليم. انا شايف الموضوع الاكثر خطوره انك تبدا الوقت تحديث التعليم. اي نعم صح. انا مش شايف اي أي طريقه لتحديث التعليم. مره كنت عند القضايا المصريه وجابوا الراجل وزير التعليم في مداخله، فالمذيعه قالت لي عايز اساله حاجه، قلت لها طبعا عايز اساله، قلت له انت عندك كم مدرسه غير مؤهله لاستقبال التلاميذ؟ قال لي 40,000. قلت له 40,000 مدرسه لا فيها كراسي ولا فيها سبوره ولا فيها شباك ولا فيها بتاع ده الله يرحم ما كنا، ده انا متعلم في مدرسه حكوميه يا جماعه، ده انا متخرج من المدرسه السعوديه الثانويه، فاكر سندوتشات الحلاوه كانوا بيدونا سندوتشات حلاوه. زي السجن كده يعني. لا كانت لذيذه واحنا صغيرين. لا سجن ولا غير سجن، لا ده كانت حاجه جميله. وبعدين يعني كانت مدرسه كبيره ومدرسه عريقه، فالقصد يعني ان كانت مدرسه فخيمه وعامله زي الجامعه اللي عمرنا شفنا فيها ازاز مكسور ولا ترابيزه مش نظيفه، وكان في كفاءه في التعليم لغايه ما اتخرجنا احنا من ثانوي. لكن بعد كده التدهور جاء سريعا، وبعدين بتوع التعليم الخاص اصبحوا اصحاب مئات الملايين لانه اصبح مشروع تجاري، وموضوع التعليم بقى خارج السياق. لسه الراجل ابو شقره طالع عمال بيدافع عن المدارس الامريكيه، وانا شايف ان المدارس يعني مدارس الارساليات، ولو ان برضه ليهم غرض، كل مدارس الارساليات التبشير غير التبشير، لها غرض يعني، لها اهداف سياسيه وغير اهداف سياسيه وغير لكن التعليم الحكومي ينبغي ان يكون هو التعليم الاساسي. الدوله مسؤوله عن التعليم حتى نهايه المرحله الثانويه، لانه انت بالشكل ده هتبقى عارف الجيل اللي جاي، الجيل اللي بعديه، الجيل اللي بعديه شكله عامل ازاي. يا راجل ده توماس فريدمان قاعد يكتب مقالات في نيويورك تايمز بيحذر فيها من انه نسبه الطلبه اللي بيدرسوا ماثيماتكس وفيزكس في الهند اعلى من النسبه في امريكا. قال لك امريكا رايحه في داهيه. امريكا بكل القوة الاقتصاديه والعلميه اللي موجوده عندها والجامعات المفتخره بتاعتها MIT وغيره رايحه في داهيه. الراجل خايف على امريكا، بيقول لك ليه؟ لانه نسبه اللي بيتعلموا رياضيات وفيزياء قليلين، لان هم دول اللي بيشتغلوا في البحث العلمي. فما بالك احنا؟ لا في رياضيات من اساسه ولا في فيزياء من اساسه. في مداخله من الاستاذ سامر؟ بس عايز اكمل الموضوع بتاع الاستاذ. احنا متفقين كلنا ان التعليم في مصر يعتمد على التلقين. طب احنا لو عندنا بقى شويه يعني شويه مدرسين في الازهر متفنطين وبيلقنوا للناس، طبعا ممكن نغير بسرعه جدا. المشكله فعلا ان الازهر لازم يتنسف. عشان الناس بتتحول لمتحف، بتتحول لمتحف بدل ما بياخد حقيقه. لو هم بص احنا في عندنا تلقين، طب ما يلقنوا يتحدثوا يعني يحصل عندهم تحديث ويلقنوا العيال الحداثه ونخلص بقى. عايز اقول لك على حاجه، الموضوع مش له علاقه بالازهر فقط، له علاقه في بدايه حكم مبارك كان في مصر 300 معهد ازهري. سهلوا على الناس، اي حد عنده حته ارض في الريف يقول لك عايز اعمل معهد ازهري فيبنوه له. اصبح الان عندنا 34,000 معهد ازهري. مشكلة بيخرجوا طلبة أكتر من الأزهر. 34 إيه هوية التعليم في مصر؟ هل أنت عارف هوية التعليم في مصر؟ هل هو ده التعليم اللي بيطلعوه بتاع المعاهد الأزهرية ولا التعليم اللي بيعملوه التعليم الخاص ولا إيه؟ عندك حالة من الفوضى في التعليم. للأسف الشديد. والقضية برضه ما ترموش كل العبء على الأزهر الواحد، الأزهر لوحده مش هو اللي مسؤول. عندك خطاب ديني وعندك دور المسجد واللي بيعملوا المسجد، وعندك كمان دور السياسه ودور التعليم. وبعدين ما تسيبش الناس في حاله فراغ سياسي. يا اخي مين بيكلم الناس في الريف؟ ما حدش بيكلم الناس في الريف. احنا عندنا ارض زراعيه. انا بسال الفلاحين يوم الجمعه اللي فاتت، فلاحين جايين زعلانين بيقولوا عايزيننا نزرع ذره بالعافيه، وقالوا لنا لو زرعت رز عشان في نقص في الميه هتاخدوا غرامه 1000 جنيه على كل فدان، وهتاخدوا غرامه مش عارف ايه. طب قلت لهم حد كلمكم ولا حد كلمكم؟
محدش مهتم انه يكلم الناس. طب ده لما بيحصل حد بيموت ولا بيحصل اي مناسبه اجتماعيه الميكروفونات بتطلع على العربيات بتقول للناس. لكن فيما يتعلق بانتاج الغذاء في مصر موظف الجمعيه الزراعيه ايه اللي هيخليه يطلع؟ هو قاعد عشان يقبض. ها؟ استنى حضرتك لما تخالف وتمنع الارض الزراعيه وهتأبجه ساعتها بقى يهتم. لكن مع ذلك هيطلع يقول لك ايه السياسه الزراعيه اللي قايلها وزير الزراعه وهو قاعد هنا في الدقي ولا حد حاسس بيها. فالقضيه انه انك انت عندك حاله من الفراغ. ممثلي الدوله المصريه في المحافظات وفي الاطراف هم فقط الامن. لكن ما فيش غير سياسه. ودي مساله بالغه الخطوره. اي نعم. في اسئله اخرى؟ انا افتكرتكم كده هتعملوا عصف زيتي ان في هيبقى اسئله صعبه وهتعرف سؤال كمان مش عارف اجاوب وكده يعني. دكتور استاذ محمد بعدين مداخله من ايمن. انا شايف ان الوشير المصري دلوقتي يعني مرتبط بالتنظيم الاداري ونوع المناهج اللي عملنا اداء للناس وهنشيل المناهج النظره وهنحط ايه وهنظم التعليم ازاي ونحط تعليم واحد ولا اربعه مش عارف. شايف مشكله في المجتمع عندنا امام قيمه التعليم والعلم. يعني هل التعليم قيمه؟ هل الشخص المتعلم قيمه في المجتمع؟ هي النقطه. استاذ محمد عايز اقول لك على حاجه، يعني اصل احنا بنعيد طرح الاسئله الاساسيه اللي تم الاجابه عليها من 100 سنه. اما طه حسين يطلع من سنين طويله يتكلم عن ان التعليم كان ماء والهواء، دي بقى المفروض انها تبقى قيمه راسخه في المجتمع المصري يا جماعه. يعني دي بقى لها 100 سنه، اما يجي راجل مستنير زي الشيخ محمد عبده ولا فعرف يعني طهطاوي من اكثر من 100 سنه يتكلموا على موضوع بتاع العلم ويبعتوا مترجمين ومصر في المرحله شبه الليبراليه تنتعش ويبقى فيها مهنيين على اعلى مستوى، دكاتره على اعلى مستوى، مهندسين على اعلى مستوى، بتوع بحث علمي على اعلى مستوى، ونعيد ونرجع مره ثانيه لمربع رقم 1-0 بتاع احنا عندنا ماساه لا احنا عندنا كارثه. طول الوقت عمالين نعيد طرح الاسئله الاساسيه مرات ومرات، ده الناس ما بتتعلمش. يعني احنا ما بنستفدش من اخطائنا. المجتمع مش هيتقدم بالطريقه دي، المفروض ان احنا نتجاوز ده بقى. نتجاوز بقى في حاجات بديهيات اساسيه علينا ان احنا نبدا العمل ونشتغل من الان ونبطل طق الحنك زي ما بيقولوا اللبنانيين. في تعليق هنا من ايمن؟ هو التعليق هذا بس بتقول الازهر ليه ما هو يعني في زملاء اثنين يعني قالوا الازهر لازم هو احنا لو احنا قارنا دلوقتي الازهر بياخد من الدوله بياخد من ميزانيه الدوله وبينتج يعني في كمان 34,000 معهد ازهري زي ما حضرتك فبتنتج لي انا دلوقتي انا عايز اغير التفكير اصلا في الشعب انا عايز اغير التفكير انت بتجيب لي ناس تحط لي يعني ترجعني للخلف كمان يعني بياخد من ضرايبي بياخد يعني من ميزانيه الدوله في حين ان انا لو لغيته خالص دي طاقات شغاله في حاجه ثانيه المباني دي اللي بقى لها 1000 سنه دي هتتحول الى اثار تدخل لنا دخل سياحي يبقى انت في في بص بقى في عكس بص بقى يعني هو يعني جزء من المساله ردا على والازهر مش موجود في اي بلد على مداخلتك هرجع مره ثانيه للكلام اللي قاله الاستاذه حوالين دور مؤسسه المجتمع المدني احنا كلنا عندنا مسؤوليه فيما يتعلق بهذه المساله يعني بمعنى انه نعمل مؤسسه مجتمع مدني احنا مثلا رحت انا والمخرج داوود عبد السيد والدكتور محمد كامل اليوبي وماجدة واصف اللي كانت مسؤولة عن السينما في معهد العالم العربي في باريس والأستاذ يوسف شريف رزق الله وأنا عملنا مجلس أمنا وعملنا حاجة اسمها مؤسسة النون للثقافة والفنون أول حاجة عملناها رحنا اشتغلنا في الأقصر عملنا قلنا نشتغل مش في القاهرة لأن القاهرة متخمة هنروح الأقصر الأقصر محرومة من الخدمات الأساسية ورحنا عملنا مهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية وفي عز أيام الثورة وعملنا 3 دورات وكانت بليغة الصعوبة وبعدين كان ايه في الدور الثانيه مثلا تيجي معاد المهرجان بتاعنا في الذاكرة الثانيه بتاع ثوره 25 يناير ويبقوا الناس مضطربين والراجل المحافظ والامن ومش عارف ايه بيقولوا يا جماعه هنعمل ولا مش هنعمل ايه الموضوع فنصر القصد يعني ان هناك مسؤوليه على مؤسسات المجتمع المدني وانه الشباب لازم كله يشتغل في مؤسسات المجتمع المدني وانه نروح في الاماكن القطاعات الاكثر هشاشه اللي هو موضوع المراه
والاطفال ونشتغل في وسط المجتمعات الاكثر فخرا. 20 مليون بني ادم عايشين في عشوائيه حوالين القاهره. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ الدوله كمان حتى الخطاب الرسمي مفيش كلام عنه. مفيش كلام عنه، احنا بنتكلم على مشروعات ضخمه جديده، لكن محدش بيتكلم عن 20 مليون، محدش بيتكلم على الفلاحين في الريف. ايه معاناتهم؟ فالقصد يعني من الكلام ان الناس المهتمه بالشان العام وبالعمل العام اللي هو احنا كلنا علينا، مش فقط ان احنا نتواجد من خلال الخطاب الاعلامي، وانما نشتغل على الارض ونتعلم من الجماعات الدينيه. يا جماعه نبقى اكثر التصاقا بالناس، نبقى اكثر التصاقا باهالينا، يعني نشوف ايه مشاكلهم. لو احنا دكاتره نروح مجموعه من الدكاتره نشتغل. انا عملت جمعيه اسمها الجمعية المصرية، المؤسسة المصرية للدفاع عن حقوق المرضى. حد في مصر عارف حاجة اسمها The Patients Declaration The Right of بيسموها دي الإعلان The Right لا 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 في إعلان لحقوق المرضى The Rights The Patients Declaration The Patient's Rights Declaration موجود في الولايات المتحدة الأمريكية وموجود في كل حتة. يعني حضرتك دخلت المستشفى في بيان واضح عن الحقوق، وإنه النهار ما يجي يعمل لك أي مش عارف تدخل جراح على بتاع لازم تمضي عليه، ولازم يعرفك بيه، ولازم يعمل لك أورينتيشن، ولازم يقول لك إيه حقوقك، وكمان لا في أكونتابيلتي على الدكتور. والدكتور اللي في مصر للأسف الشديد من ساعة ما بيتخرج كدكتور لغايه ما يموت ما بيجددش اللايسنس بتاعته، وده اللي بيشتغل على جسم المريض. في انجلترا وفي كندا وفي اي مكان في الدنيا لازم يجدد اللايسنس بتاعته كل سنه. يجدد اللايسنس بتاعته ازاي؟ بانه يعمل ريسيرش ورك، يعمل ابحاث، والا لن يسمح له انه يعمل جراحه. مثلا على سبيل المثال مجدي يعقوب غير مسموح له انه يخش غرفه جراحه في المملكه المتحده الان بسبب سنه، لانه تجاوز سن ما اعرفش 62 او 64. هم عارفين بعد 64 الجهاز العصبي والنفسي ما بقاش زي ما هو. واحد من كبار الجراحين الدكتور ابراهيم بران بيخش يسمي ومش عارف ايه وعنده 35 سنه، وبيزيح قران في غرفه العمليات، ويخش ويعمل عمليات. فمع احترامنا انه جراح كبير يعني، انت واخد بالك؟ وكل الجراحين المصريين تجاوزوا 65 سنه مش لازم يخشوا غرفه عمليات. في حاجه اسمها حقوق المرضى، ما حدش يشتغل على موضوع حقوق المرضى في مصر، والناس بتعاني في المستشفيات، وده يعني واحد من الحقوق الاساسيه. محتاج نضال من المجتمع المدني علشان كل واحد فينا لا قدر الله لو دخل المستشفى يعرف حقوقه. انا مثلا في كندا كنت سايق العربيه، كانت الدنيا برد، بس هي كندا بقى ايه ميزتها مش زي انجلترا، ان تلاقيها صني، يعني الشمس طالعه وايه ماينس 15 تحت 15 تحت الصفر. فوانا رايح لواحد صاحبي خارج مونتريال بقى وسايق العربيه وبتاع، فانا قلت له ايه؟ الجو رائع، ايه ده الشمس ده؟ افتح بقى الشباك عشان اخد شويه هواء. راح الهواء لسعني في عيني بقى، جات لي لا يعني اتاك كده عيني ودمع ومش قادر اروح اقعد دموع. قلت يا نهار اسود انا ما اعرفش انا اللي حصل لي. ما انا ما اعرفش بقى ايه اللي حصل لي. فرحت بقى لصاحبي تسليم، قلت له بقول لك ايه؟ يلا بينا على المستشفى، وديني اقرب مستشفى. رحت المستشفى. انا كل مواطن في كندا بما فيه حتى اللي ما كانش معايا جنسيه، حتى اللي معهوش جنسيه من حقه العلاج، في تامين على الجميع. بس اهم حاجه الدور. يا رئيس وزراء كندا ما يقدرش ياخد دوري، ما يقدرش يخش المستشفى بعدي ويخش يشوف الدكتور قبلي، يتخرب بيته. ما فيش وزير في كندا يقدر يرفع سماعة التليفون على قاضي، لو تعرف ده في الميديا وزير فيدرالي قدم استقالته تاني يوم، رغم ان هو كان بيكلم قاضي موضوع كده في لطافة، يعني ما مطلوبش منه يتدخل في قضية ولا يأثر على قضية ولا الكلام. هو بقت فضيحة في كندا، راح مقدم استقالته. انت واخد بالك؟ دي مسألة ليها علاقة بالمساواة والحقوق. موضوع بتاع حق المرضى ده محتاج عمل كبير من المجتمع المدني، من كلكم. تمام. ومن الإعلام نفسه. طبعا. يهتم بهذه القضايا بدل الهرتلة. يعني الإعلام والفضائيات طول الوقت يمسكوا موضوع ديني واشتغل عليه. وتلاقي فريقين، ده بيحارب في ده وده بيحارب. يا جماعة خلونا نشتغل. خلونا نشوف عايزين ننتج.
ما حدش ليه بيتكلم على الصناعه المصريه، الصناعه الصغيره والصناعات المتوسطه، ما تنشروا الصناعات الصغيره والصناعات المتوسطه في كل حته في مصر، خلوا العيال تشتغل، زودوا قللوا معدل البطاله وزودوا نسبه التوظيف. ولا هنرجع بقى تاني زي مرحله ما قبل 25 يناير لنظريه تساقط الثمار؟ حد منكم سمع عن نظريه تساقط الثمار؟ زين زين انت راجل عجوز اصلا عارفها هم مش عارفينها. تساقط الثمار اللي هم الجماعه بتوع جمال مبارك وعلاء مبارك قال لك ايه؟ هنجيب 10 رجال اعمال و20 دول بقى ياخدوا الكيكه كلها، ولما هم ينتعشوا الشجرة هيبقى فيها ثمار، الفقراء بقى حاجينهم بقى تفاحة تقع من هنا، جوافية تقع من هنا، مش عارف ايه بتاع ده، فايه نظرية تساقط هينوبهم من حصر جانب، انت واخد بالك؟ دي ايه يقول لك معدل النمو كان 7% وايه زلونا بس 7% ليكوا مش الاغلبية العظمى من الناس، 7% هو وصلني ولا وصلك؟ لو ما فيش اي مداخلات اخرى انا في سؤال كنت عايزه اطرحه يا استاذ جمال، في اي مداخلات اخرى؟ ماشي استاذه ايمان. ميثاق الشرف الاعلامي الى اي حد ممكن ينقذ الاعلام المصري؟ اولا الدستور فيه 3 مواد ليهم علاقه بتنظيم الاعلام، مجلس الوطن للاعلام والمجالس الاخرى اللي ليها علاقه بتنظيم الاذاعه والتلفزيون. احنا عندنا فوضى اعلاميه، اذا كان حتى عندنا الصحف المطبوعه واحنا اعضاء نقاب صحفيين اللي جه في مرحله من المراحل في زمن مبارك كانوا يمنعوا مثلا واحد زي رباب انها تخش نقاب صحفيين، ليه؟ مع انها بتشتغل صحفيه. يعني يا جماعه اللي بيشتغل في النيوز روم، انا بدرس اعلام، بشتغل في النيوز روم في غرفه الاخبار في اذاعه او في تلفزيون او في صحيفه صحفي ومن حقه ان يبقى عضو نقاب صحفيين، لكن احنا بقى عندنا ترايبس يعني قبائل، احنا نقاب صحفيين ده هيخشوا بتوع الاذاعه والتلفزيون دول هيخربوا لنا النقابه وهيبقى قوه تصويتيه هيودونا في داهيه. فالتانيين بقى يروحوا عيني يدوروا على نقابه مستقله يعني عشان يعملوا لهم نقابه مستقله. القضيه دلوقتي انه الثلاث مجالس في حاله من التباطؤ في تنظيمهم، ومفيش اعلام ممكن يشتغل في الفضاء المفتوح، لازم يبقى فيه ما يسمى بريجولاتوري بودي، مجلس زي ما موجود في انجلترا، انه لو حد خالف القيم الاساسيه بقى هذا المجلس اللي هو بيتكون من مجلس امناء مستقل بيوجه هذه الوسيله الاعلاميه ويقول لهم اللي حصل ده خطا في the most fragile people in the society زي المراه والاطفال لابد من حمايتهم. الاطفال لابد من حمايتهم، يعني مثلا في الاعلان انك لا يمكن تدي اعلان يزن على دماغ العيال علشان يروح يجيبوا اكل مضر بالصحه. ها؟ كل الاكل المنيل على عينه الموجود البيبسي والسفن اب والكلام ده مدمر للصحه العامه. وكل الحاجات اللي هي معموله كرانش ومش كرانش خصوصا البنات اللي عماله تفرقع فيها دي تاكلها والشيبسي والحاجات البلاوي دي كلها مضره بالصحه لانها فيها مواد حافظة وفيها كيميكلز. فالأصل من الكلام إنه لابد من إن يبقى في مجالس مستقلة بشكل حقيقي، مش إن الدولة هي اللي تتدخل وتجيب الأعضاء علشان هم دول تبعها مش عارف إيه، لا إنه يبقى هم اللي يوجهوا الإعلام ويبقى بيشتغل معاهم أطقم تتابع الإعلام، مش بهدف الرقابة، أنا ضد الرقابة، أنا مع حرية التعبير كقيمة أساسية في أي مجتمع، مجتمع عايز يتقدم لازم يبقى فيه حرية التعبير. أنا بس عايز أذكر لكم حاجة كنت عايز اقول لكم عليها اللي هي the first amendment في التعديل الاول في الدستور الامريكي 1798. كان ايه التعديل الاول اللي عملوه على الدستور الامريكي؟ سموه the first amendment. ان قال مش من حق الكونجرس انه يسن قانون يعطي سلطه عليا لاي مؤسسه دينيه على حساب حريه التعبير. شفت العظمة؟ 1798 بدري قوي. ايه ده؟ اهو يعني ديسمبر 1791 قال لك بقى the first amendment to the United States Constitution prohibits the making of any law، بيمنع الكونجرس انه يطلع اي تشريع respecting an establishment of religion، انه يحترم اي مؤسسه دينيه
على حساب حريه التعبير. حريه التعبير وده الناس مش قادره تفهمه في مصر بسبب حادثه شارلي ابدو او غيرها او الرسوم الدنماركيه، انه يا جماعه المجتمعات الغربيه بقى لها اكثر من 300 سنه حريه التعبير دي قيمه مقدسه، قول بقى صح غلط مش عارف ايه، لكن هي دي القيم اللي استقرت عليها. فرنسا تتكلم عن قيم الدوله الفرنسيه، ما تقدرش حضرتك تروحي بنقاب في مكان تبع للدوله الفرنسيه، هيمنعوك هيقول ده ضد قيم الدوله الفرنسيه. من حقهم يعني انه مثلا يروحوا يطبخوا الاضحيه المغاربه والتوانسه في الشارع قدام البيوت والدم يشتغل يا جدع ويلا وبتاع، لا في اماكن للذبح علشان يحافظ على الصحه العامه. هم مش هيقولوا لهم احنا لا، هم مش ضد الاضحيه، هم هيحترموا دينك وهيحترموا الشعائر الدينيه بس لسه تبقى في المكان المخصص له. يعني جوامع في كندا مثلا، انا شفت الحكايه دي، انه اول ما لاحظوا بقى ايه انه المسلمين يروحوا عاملين جامع والكلام، ممكن ياخدوا معبد يهودي يعملوا جامع، مفيش عندهم اي مشكله، مش هتحصل بقى مظاهرات ولا اليهود هيطلعوا يحتجوا ولا هتفرق معاهم. المبنى ده مبنى تجاري، كان معبد اتحول لكنيسه او اتحول لجامع، ومفيش مشكله، ده بيدفعوا الضرايب، بتاع المؤسسات الدينيه بتدفع الضرايب زيك انت عندك محل تجاري او زي عندك سكن، تدفع ضريبه عقاريه، انت واخد بالك، لا قدسيه للمؤسسات دي. فكانوا بقى يروحوا ايه يصلوا بقى والشباشب بقى والجزم بقى والحصير فرش بقى. اول ما بدات الحكايه دي على طول الجيران يكلموا 911، البوليس يجي فورا. ممارسه الشعائر جوه اماكن دور العباده، ممارسه الشعائر داخل دور العباده. فكده انت بتقدر بتنظم المجتمع وبتنظم الدوله وامورك كلها بتبقى افضل. بس ما يتمش اختصاص جانب من الكلام اللي انا بقوله ده ويعملوا لي مصيبه زي خالد او يحطها على اليوتيوب ويقول لي الجمال زي ده قال. نشكركم على الحضور ونشكر ضيفنا الكريم الاستاذ الصحفي يلان زايده على حضور صالونا. ده انا اللي متشكر ليكم جدا، الف شكر.